أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أرحب بكم في خدمة دروس ومع درس جديد بعنوان النظام الشمسي. هل هناك أجرام أخرى في نظامنا الشمسي؟ وما أهمية الشمس؟ وسيقدمه محدثكم الأستاذ أحمد عسيري. من خلال العنوان هذا اليوم، هل هناك أجرام أخرى في نظامنا الشمسي؟ ما أهمية الشمس؟ ماذا تتوقع أن تتعلم اليوم؟ وماذا تريد أن تتعلم أيضا في هذه العناوين؟ سنتعلم بإذن الله تعالى 1- توضيح ما هي المذنبات. بإذن الله اليوم سنعرف ما هي المذنبات. أيضا وصف مفهوم الكويكبات، ماذا نقصد بكويكب. 3- المقارنة بين النيازك والمذنبات. 4- سنتعرف اليوم أيضا على خصائص الشمس. 5- تبيين تأثير الشمس في دورة الماء، ما هو تأثير الشمس وكيف تؤثر الشمس. في الدرس السابق عرفنا أن المجموعة الشمسية تتكون من مجموعة من الكواكب، ولكن هل هناك أجرام أخرى في النظام الشمسي غير هذه الكواكب؟ هل يوجد أجرام أخرى؟ ماذا نطلق على هذا الواضح لدينا في الصورة؟ بعض الأجرام نراها في السماء تسير ولها شيء يشبه الذيل، ماذا نطلق عليها؟ نعم، نطلق عليها المذنبات، وهي أصلا كتلة كبيرة من الجليد والصخور والغبار. لماذا يتكون هذا الذيل؟ تدور هذه حول الشمس، وأثناء دورانها في المسار الضيق الذي يقترب كثيرا من الشمس يتكون ذيل. لماذا يتكون هذا الذيل في هذه المنطقة بينما لا نراه هنا؟ يتضح أنه يتكون هنا بسبب قرب المذنب من الشمس. إذن حينما يقترب المذنب من الشمس يتكون له هذا الذيل، وهو يتحرك حول الشمس في مسار ضيق قريب من الشمس وطويل في نفس الوقت، هو مسار ضيق وطويل. شوهد مذنب يسمى مذنب هالي في سماء المملكة العربية السعودية عام 1406. هل سيشاهد مرة أخرى؟ بالتأكيد سيشاهد مرة أخرى حينما يمر في نفس المدار، سنشاهده مرة أخرى. لاحظ الكواكب في المجموعة الشمسية، ماذا تلاحظ بين المشتري والمريخ؟ ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أجرام سماوية أصغر من الكواكب، أصغر من الكواكب في منطقة نسميها حزام الكويكبات. يتبادر إلى الذهن سؤال، لماذا قلنا حزام الكويكبات؟ لماذا قلنا حزام ولماذا قلنا كويكبات؟ قلنا حزام لأنها بشكل دائري حول الشمس، في مدار حول الشمس أشبه بالحزام. أما كلمة كويكبات فهي عبارة عن صخور كبيرة ولكنها أصغر من كوكب، أصغر من الكواكب، لذلك قلنا حزام كويكبات وليست كواكب.
إذن هي كتل صخرية كبيرة ولكنها أصغر من الكواكب. تقويم مرحلي: في النظام الشمسي كتل صخرية كبيرة أصغر من الكواكب، أين توجد وماذا تسمى؟ 1- توجد حول المشتري وتسمى أقمار. 2- توجد في مسار ضيق وطويل حول الشمس وتسمى المذنبات. 3- توجد بين المريخ والمشتري وتسمى الكويكبات. إذن توجد بين المريخ والمشتري وتسمى الكويكبات، وهي كتل كبيرة ولكنها أصغر من الكواكب. عندما تتصادم هذه الكويكبات تنفصل عنها شظايا إثر التصادم. الشظايا ممكن أن تقترب كثيرا من الأرض، فممكن أن تدخل الغلاف الجوي ونسميها شهب. الشهب هذه قد تصطدم بالأرض، إذا اصطدمت بالأرض يطلق عليها اسم آخر وهي النيازك. إذن تدخل الشظايا إلى الغلاف الجوي نسميها شهب، تصطدم بالأرض نسميها نيازك، وتعمل لنا مثل ما نشوف حفر كبيرة في الأرض. إذن هي إذا دخلت الغلاف الجوي نسميها شهاب، وإذا اصطدمت بالأرض نسميها نيزك. ماذا تعرف عن الشمس؟ ما هي الشمس؟ نرى الشمس تشرق صباحا فتضيء لنا، تعطينا ضوء وتعطينا حرارة، لكن ما هي الشمس؟ هل الشمس مثل الكواكب؟ أم هل الشمس مثل الأقمار؟ بالتأكيد هي تختلف عن الكواكب والأقمار، فهي نجم، وهي النجم الوحيد في المجموعة الشمسية، حيث أن المجموعة الشمسية لا يوجد فيها نجم إلا الشمس. الشمس تطلق لنا معظم الطاقة على شكل ضوء وحرارة تصل لنا إلى الأرض، ولكن ما يصل إلى الأرض هو جزء بسيط وقليل من طاقة الشمس. إذن يصل إلينا طاقة، وهذه الطاقة هي جزء فقط من طاقة الشمس، وسنشاهد مع بعض ماذا يحصل في الطاقة التي تصل إلى الأرض. يستفيد النبات من الطاقة التي تصل إليه من الشمس في إنتاج الغذاء، ولكن هل هناك ما يتغذى على النبات؟ بعض الحيوانات تتغذى على النباتات، فالطاقة الموجودة في النبات والقادمة من الشمس يستفيد منها بعض الحيوانات. الحيوانات التي تتغذى على النباتات، هل يوجد ما يتغذى عليها؟ أيضا يوجد حيوانات أخرى تتغذى على الحيوانات التي تتغذى على النباتات، لذلك الطاقة المنتقلة إلى النبات من الشمس تنتقل إلى الحيوانات التي تتغذى على النباتات، وتنتقل أيضا إلى الحيوانات الأخرى التي تتغذى في السلسلة الغذائية. إذن تنتقل الطاقة من المنتجات اللي هي النباتات إلى المستهلكات اللي هي الحيوانات. تعد الشمس فراغ الوحيد في المجموعة الشمسية. إذن ماذا تعد الشمس؟ هل هي قمر أم نجم أم هل هي كوكب؟ تعد الشمس النجم الوحيد في المجموعة الشمسية. حرارة الشمس ماذا تعمل في الماء السائل؟ بماذا تقوم الحرارة في الماء السائل؟
الماء السائل يتبخر بفعل الحرارة ويتحول إلى غاز. أيضا النباتات تقوم بعملية النتح وتعطينا ماء على شكل غاز. يتكون السحاب إثر التبخر الماء السائل وعمليات النتح. الماء المتكون على شكل سحاب يحصل له ما نسميه بهطول أمطار، يتحول الغاز إلى سائل على شكل هطول أمطار. الأمطار التي تهطل تتحول إلى سائل على سطح الأرض، تتأثر أيضا بالحرارة من ثم تتبخر لتكون سحب. هذه الدورة التي تمشي فيها الماء باستمرار هي دورة الماء في الطبيعة. لاحظ ما هو دور الشمس في هذه الدورة. الشمس تقوم بتبخير المياه لتحولها من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. إذن الشمس تقوم بدور مهم وحيوي في دورة الماء في الطبيعة. أيضا الشمس تؤثر على جميع العوامل الجوية، فالشمس ممكن أن تعطينا طاقة حرارية وتجعل الجو حار. أيضا الشمس تؤثر في حركة الرياح، فإذا ارتفعت درجة الحرارة ازدادت سرعة الرياح، ازدادت سرعة الرياح، بالتالي الطاقة الشمسية تعطينا الحرارة، والحرارة أيضا بدورها تعمل على تأثير في العوامل الجوية. ومن ضمن أهم العوامل الجوية التي تؤثر فيها الشمس هي حركة الرياح. نعرف جيدا أن الشمس مهمة وضرورية لنا، ولكن بماذا تشعر لو تعرضت للشمس لفترة طويلة أو إذا نظرت مباشرة للشمس؟ هل هذا تصرف سليم أن تنظر مباشرة للشمس أو تتعرض للشمس لفترات طويلة؟ بالتأكيد هذا تصرف غير سليم وتصرف ممكن أن يؤذيك، لذلك لا تنظر إلى الشمس مباشرة. أيضا لا تعرض نفسك لأشعة الشمس لفترة طويلة. صحيح أن التعرض للشمس مفيد، ولكن لا تعرض نفسك للشمس لفترات طويلة. وصلنا مع بعض إلى التقويم الختامي. لدينا 4 مصطلحات في اليمين و5 جمل في اليسار. المطلوب أن تصل المصطلح المناسب بالجملة المناسبة. نبتدئ بالشهب. هل الشهب جزء من طاقة الشمس التي تصل إلى الأرض؟ أم هل الشهب كتل صخرية كبيرة أصغر من الكواكب تدور حول الشمس؟ أم هل الشهب عملية تبخر الماء في دورة الماء في الطبيعة وتشمل التكثف والهطول؟ أم هل هي شظايا الكويكبات التي تصل إلى الغلاف الجوي للأرض؟ أم هل الشهب كتل كبيرة من الجليد والصخور والغبار تدور حول الشمس؟ إذن ما التعريف المناسب للشهب؟ إذا كنت قلت أن الشهب هي شظايا الكويكبات التي تصل إلى غلاف الجوي فإجابتك ممتازة وصحيحة. 2 الضوء والحرارة. ما الجملة المناسبة للضوء والحرارة؟ هل هي جزء من طاقة الشمس التي تصل إلى الأرض؟ كتل صخرية كبيرة أصغر من الكواكب تدور حول الشمس؟ عملية تبخر الماء في دورة الماء في الطبيعة وتشمل التكثف والهطول؟ أم كتل كبيرة من الجليد والصخور والغبار تدور حول الشمس؟ الضوء والحرارة؟ ممتاز، هي الجملة الأولى وهي جزء من طاقة الشمس التي تصل إلى الأرض. المذنبات، هل هي كتل صخرية كبيرة أصغر من الكواكب تدور حول الشمس؟
عملية تبخر الماء في دورة الماء في الطبيعة، وتشمل التكثف والهطول. أم كتل كبيرة من الجليد والصخور والغبار تدور حول الشمس. إذا كنت اخترت الجملة الأخيرة فإجابتك صحيحة، هي كتل كبيرة من الجليد والصخور والغبار تدور حول الشمس. بقي دورة الماء، وبقي لدينا جملتين. هل هي كتل صخرية كبيرة أصغر من الكواكب تدور حول الشمس، أم عملية تبخر الماء في دورة الماء في الطبيعة وتشمل التكثف والهطول؟ إذا كنت اخترت عملية تبخر الماء في دورة الماء في الطبيعة وتشمل التكثف والهطول، فإجابتك ممتازة وسليمة. تعلمنا اليوم أن هناك أجرام أخرى في نظام الشمسي، وهي الكويكبات، وهي توجد بين المشتري والمريخ، وهي أجسام صخرية أصغر من الكواكب، وأيضا المذنبات، وهي عبارة عن كتل من الجليد والغبار تدور حول الشمس في مسار ضيق وطويل، ولها شيء يشبه الذيل. أيضا النيازك والشهب، وهي إثر تصادم الكويكبات تخرج شظايا تدخل إلى الغلاف الجوي، نسميها شهب، تصطدم بالأرض فنسميها نيازك. أيضا تعرفنا على أهمية الشمس، وهي تعطينا الضوء والطاقة الحرارية التي تنتقل إلى المنتجات، من ثم إلى المستهلكات التي تتغذى على المنتجات. أيضا دورة الماء في الطبيعة التي يحدث فيها تبخر بأشعة الشمس الحارة لتحول الماء إلى غاز، من ثم يحدث هطول، يتكثف الماء ويحدث هطول أمطار، فتعود مرة أخرى إلى عملية التبخر. وأيضا تعرفنا على الوقاية من أشعة الشمس، وقلنا يجب أن لا ننظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر، وأن لا نتعرض للشمس لفترات طويلة. بكذا نكون وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم، آملين أن نكون قد استمتعنا واستفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.